ولده في النهار، وكأن الأم قمر لما توليه من سهر له وشفقة عليه في الليل. وإن من مؤكدات سعادة المرء في دنياه أن يدرك أبويه على قيد الحياة لينهل من معين ذرهما ويرتوي من كيزان حنانهما ويستظل بخير رضاهما، فهما جناحاه في جو الدنيا وزخرف أرمانها، وهما مؤيده الحامل حين تعترضه مواجع الحياة وأحجارها. فإن الشرك الذي يراه وخطأ أبويه إنما يلخص له قصة النعيم الذي يعيش في حاضره، فإنما يلخص له قصة النعيم الذي يعيشه في حاضره. إنهما من شقي ليسعد ومن نصب كي يستريح، إنهما ليسهران لأجل أن يرقد ويخافان لكي يطمئن، وترتعد فرائصهما ويحتبس دمعهما حين يخرج من البيت فلا يرتد إليهما الأمن إلا حين عودته. الأبوان عباد الله هما من يبكيان ليبتسم أولادهما، وهما من يحزنان ليفرح أولادهما، وهما من يشقيان ليسعد أولادهما. إنهما اللذان يجوعان ليشبعوا ويعطشان ليرتووا، إنهما في الحقيقة كتلك الشمعة التي تحترق حتى تلو ليستطيع الأولاد باحترابها. إنه قد لهم، والله جل وعلا يقول: وأصبح فؤادهم من موسى فارغا وإنها عين لك، والله جل شأنه يقول: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إنها غاية المشاعر الحياسة والعواطف النامضة أن يفرغ قلب الأم وأن تبيض عين الأب لأجل أولادهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيا لله ما أسعد من مات عنه أبواه أو هو مات عنهما وهما عنه راضيان. لله ما أسعد وما أهنى، ولله ما أحسن ما جاء عن إياس بن معاوية أنه لما ماتت أمه بكى عليها بكاء شديدا، فلما سئل قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما، ثم يا لله ما أغيب من مات عنه أو مات عنهما وهما عليه غاضبان. ألا ما أضل وما أخسر بعدا له وسخطا، فإن الله قد قرن الإحسان بهما مع عبادته فقال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقرن شكرهما مع شكره فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإن الله جل وعلا جعل بر الوالدين من أسباب قبول العمل والتجاوز عن السيئات. إن القلب إذا لمس شيئا
الوالدين كان الأخ حسنا مليئا من الكبر والغلظة والعقوق والنكران، فإن البر طبع متين طارد لخصال السوء والاستفساد. فما رأى الناس بارا خبيث الطبع ولا رأوا خبيثا بارا. وقد أحسن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حين قال لابن مهران: لا تصاحب عاقا فإنه لن يقبلك وقد حق والديه. ولا عجب عباد الله، فإن الله جل شأنه جعل الشقاء والجبروت مضادين للبر بالوالدين، كما في قوله عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وكما في قوله عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدته ولم يجعله جبارا شقيا. انه لن يحبك احد كحب والديك لك، انهما ياخذان من نفسيهما ليمنحانك. نعم، قد لا يمنحانك كل شيء تريده، لكنهما دون ريب قد منحاك ما يملكان. اذا علم ذلك عباد الله، فان البر امانه يحملها الاولاد على عاتقهم ما داموا احياء. فالبر لا يهرم ولا ينبغي له ان يهرم، بل لا تزيده الايام والسنون الا جمالا وصلابه وتجددا. فبر الوالدين ينبغي ان يكون شابا لا يشيخ وان شاخ الاباء والاولاد، ولا ينبغي ان يكون عبا ثقيلا يتقاسمه الاولاد بينهم تقاسما وظيفيا خروجا من المسؤوليه وانسلالا من التابعه. وانما البر في الحقيقه دين ودين، فهو سمات ديني اخروي يتلذذ به البار ليفضي به الى باب من ابواب الجنه. وكذلك هو وفاء دين دنيوي يملك به المرء ما في ذمته لوالديه بالمعروف